ابعد احلى شركه دافور في مصر الحلبي. اوعى تنسى والعروسه طيشه الدافور اللي خلت الخراب عمار معلم محمد رجب بصب عليه كل صاحبتك والمجالك. يلا عمنا من صغرنا واحنا بنبنى عشنا مع بعضنا من حضنا عشر اتعلم كتير مننا الهوى مننا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 ليل. حاضر حاضر. اخوك شي ابيض ضع لو ضاع ما يتعوض زي ذراعك اليمين لو بل ما يتعوض كل شيء له وقته. اخوك سياد يا دبع لو باع ما يتعود زي براحك اليمين لو بال ما يتعود ومخش بالك مع الايام والايام تتعود. خس بالك مع الايام تتعوض والحظ لو فاتك ثواني والحظ لو فاتك ثواني مش معقول مش معقول يتعوض. عشان تعيش ما قدرونيش وعزم علي ما رحمونيش ايام ما كان معايا كان كل الناس ورايا ايام ما كان معايا كان كل الناس ورايا اللي يبص في ايدي واللي يقول يا سيدي واللي لحم اكتفوا من خيري بعد يعد ايدي. من طبعه
حلو الطباع وانا احبه بسببه. قفش الودان قفش الودان. اما الخسيس ما اعرفوش وبره من طبعه الصاحب الجد في مطر فاس. بس قولي بجد فين هو علمت جاري اصول الكر فحت هو قاصد يشلني وياخد مطرحي جوه. هو في ايه هو في ايه هو في ايه الله عليك يا هاري اركب. هو في ايه ماشي يا هاري اهو انا خدامك. حاضر لفيت بخليت وشفت جميع ما تشتهي نفسي الخير من الله ولكن الشر من نفسي ومشيت مع ناس يا ناس عملت فيهم مش لقيت على نفسي. مش كده ايوه كده خليك كده بقى الساعة ساعة حظ ساعة روقان انا عايزك كده. مشيت مع ناس يا ناس باعوني وانا في شدتي
وكل واحد في الزمن ده وكل واحد في الزمن ده بيقول يا رب انا نفسي